أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز ركوب المرأة مع سائق بدون محرم؟ سفر ولا بدون سفر؟ السفر ما يجوز قطعا، وفي البلد لا يجوز، لأن هذا خلوة ما هو سفر. لا يجوز لأن تسافر بدون محرم، وأما في البلد لا تركب مع سائق غير محرم، لأن هذه خلوة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما خلا رجل من امرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. نعم.